الولاء والبراء، من تمسك به وجد الحلاوة التي لا يمكن أن يجدها لا في مأكل ولا في مشرب ولا في ملبس ولا في مسكن ولا في مركوب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.